هي ثالث أكبر مدن جنوب إفريقيا. هنا يلتقي المحيطان الهندي والأطلسي. مقصد هواة ركوب الأمواج العالية وبلد طيور البطريق وآخر نقطة إلى الجنوب في القارة الإفريقية. زوروا معي أنا ليث بزاري كيب تاون، موطن رأس الرجاء الصالح وسمك القرش المتوحش وأجمل غروب شمس في إفريقيا. ابتداء من الأحد ضمن نشرات الأخبار على شاشة العربية.